بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا يسر لنا الأمور واحرصنا من الشرور، آمين يا قاضي الأمور. مع أهل الحق بخير ومع أهل الباطل بشر، لأنهم هم الذين اختاروا أن يكونوا معاول هدم لهذا الدين، فلا تجعلهم يأتون على هذا الدين ما فعلوا وما ما أنفقوا وما ما تكاثروا وتحزبوا. فخذ الأحزاب المنافقين الذين يريدون إخلاء ما خرب الأمم، وخاصة ما بقي من أهل الإسلام يكتوون بمؤامراتهم وشرورهم، وأنت أعلم بحالهم منا يا كريم، فاكشفهم لنا وسلطنا عليهم، وسلط جنود الخفاء عليهم حتى لا يأتيهم نصر أبدا، بل مآلهم الخسران في دنياهم وأخراهم. يا حنان منان انصرنا على أعداء الدين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. Ils doivent trouver une des combattants rudes, يعني rudeness بالإنجليزية، يعني حاجة فيها خشونة وفيها بأس شديد. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ومعلاش تو معاش يجموا يركعوا حتى مكان، كلاب بالشرق والغرب بما فيهم الكرب، معاش يثبتوا في أي مكان، ما يستعملوا كان سلاح الطيران والصواريخ والاستخبارات، أما حاجة أخرى باش يكونوا موجود عناصر منهم لها وزن، من يكونوا في الميدان فلا. خضر عارفين اللي مش يبرز نفتكوا به، وهذا من نصر، من وجوه النصر، مش معناه النصر لابد أن ندخل ديارهم، لا، النصر أن نجمدهم كما الجيش الفرنسي، ولا مشغول باش إلا في حالات خاصة، مشغول بحراسة الأمن الداخلي، يعني بعض كعيبات اللي ربما بسطاء في الغلظة متاعهم، ولكن عندهم ما يقولوا في الغيرة على الإسلام، ولو غيرة مش مأسسة كما يجب، لكن لكل حال فعلهم. فكيان استعماري فرنسي عرف أن المسألة ولا دخلت عقر ديارهم وتهددهم في كل لحظة بالليل والنهار، فرأوا من الأصلح، وهذا رأي زيد ليس بصائب، من الأصلح أن يخلوا جيشهم داخل الحدود. لكن نساو اللي مهما كان رئيسهم اقتصادي وفنان استراتيجي وكذا، يحير حتى باش يغير المنحنى متاع البطالة مثلا، ويتحدثوا كان على الاقتصاد، أنا اقتصاد واقتصادكم في مآلكم الأخروي، فكرتوش فيه، ما كنش مآلين باش تعبوا، شو أنا الاقتصاد في الآخرة، أن لا تقلل من المعاصي وتكثر من الطاعات، هذا ما عندهم حتى فكرة، لأن لا يؤمنون بالله حقا. قالك أنا كنسي، قالك أنا صهيوني وكذا، قالوا مش عندكم يشفعكم عند الله فلا شيء، بل كل شيء يعملوا فيه يزيد ورطهم، واللعنة تلحق اللعنة حتى تجي مبعضة ويابط عليهم القضاء والقدر، فيخذيهم الله من غيظه حتى قتال. ما كانش على بالنا، ربما على بالنا في يقيننا اللي قالوا ربي سيتم، لكن تجي ظروف يقول ربي وكفل الله المؤمن القتال، ما عنديش لا صواريخ لا طمها ولا حد شيء، لكن وقت اللي الرعب ملا يخليه معاش عندهم وعي مناسب لك الوضعيه اللي فيها، فانتم تشد مكان اخر اللي فيه ملا مرتزقة بتاعهم. وقال الطيارين، وهذه قدش مرة نذكرها، الطيارين ربي بعث لهم شياطين الإنس ولا ملائكة كرام عليهم السلام، وبهذوا بحالهم مع شاره يدخلوا في رعب شديد، مع شاره يطبقوا ما سمعوا، خذ السماع بتاعهم يضطرب،
فإذا بيأخذوا الأمور عكس ما طلب منهم ويجوا يقبلوا اللي موجودين في الأرض المحتلة وهم لا يعلمون. قالك بنيران صديقة قولوا حقيقة قولوا رانا احنا قصدنا وقينا عكس ما قصدنا، فالدمار وقع على حسابنا بقانون ربنا سبحانه وتعالى اللي سميتوه بومرونج. نسأل الله السلامة.